الجماعية بين الواقع والمأمول، هذا الموضوع الحيوي المتجدد دوما من حيث محاوره ومضمونه والآمال المعلقة عليه. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الوزير الدكتور على اهتمامك دائما على احتضانك في المؤتمرات اللي تقيمها وزارة العمل العربية أو غيرهم في جو هادي جميل، فعلا مش هزيل على اللي حضرتك قلته في وصف هذه المحافظة الغالية. الأستاذ أحمد الوزير بيتفوق مدير إدارة الحماية، كلنا محتاجين نفوت، كلنا محتاجين نسمع بعض، نسمع مع بعض. يعني هي كل حكاية لو كل واحد فينا تسمع التاني هتفرق كتير قوي. أنا بشفق عليه لأن هو مطلوب منه حاجات كتير جدا، يمكن من أولها والأنظار كلها هتلتفت له هو إزاي هنخلي الحوار والمفاوضة عقيدة زي ما أحد الصحفيين الشباب قالها، عقيدة